السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير وجعلكم في هنا وسرور وطول أعماركم إن شاء الله بالصحة والعافية. وقبل قليل دحين جانا خبر، صراحة خبر صاعقة، خبر أحزننا وأحزن أهل المدينة خاصة. يعني حبيبنا وأخونا وتاج راسنا، وكان أخوي بالنسبة لي أنا أخوي الأكبر، أستاذ أحمد إبراهيم هزازي، مقدم البرامج ومقدم المسارح المتألق دائما، رحمة الله عليك أخوي أحمد. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمعني أنا وإنت في جنة الفردوس إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. قسم بالله الخبر مفجع مفجع مفجع، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى لك المغفرة والرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك في أعلى عليين، وأن يصبر أهلك وذويك الصبر والسلوان، ويرزقهم الصبر والسلوان، بس لأنك إنسان خلوق وطيب.